صباح الخير. الحكومة السورية مرفوع عنها الحجاب في أرفع انشقاق رسمي بتر الحكومة من رأسها وشكل ضربة لهيكل النظام. رياض حجاب عين رئيسا للوزراء قبل شهرين، أي إنه دخل الحكومة السورية ثائرا بعدما شق طريقه إلى الثورة منذ أكثر من شهرين بحسب الناطق الإعلامي باسمه، وكان مخيرا بين الموت وتولي مسؤولياته في رئاسة الحكومة. سوريا عينت سريعا البديل بعدما أقالت الرئيس المنشق الذي اختفت أخباره، ولم يتبنى الأردن رسميا رواية وصوله إلى أراضيه، لكن مراسلنا في عمان أكد أنه شاهد فيديو لوصوله إلى الأراضي الأردنية وأنه نقل في طائرة إلى عاصمة عربية يرجح أن تكون الدوحة. لكن أنباء دمشق كانت مغايرة، ورجح بعضها ألا يكون رياض حجاب قد غادر سوريا وربما تدبرت السلطات السورية أمره. وإذا كانت هذه المعلومات مجرد تكهنات، فإن ما هو مؤكد حتى الآن عدم انشقاق أي من الوزراء، إذ اجتمعت الحكومة السورية بجميع أعضائها ونفى كل من وزيري المال والأوقاف خروجهما عن الصف الحكومي. الشائعات بلغت مصير الرئيس بشار الأسد وعائلته، وسربت تغريدة روسية نفتها موسكو وتبنتها المواقع الإلكترونية والفضائيات العربية. ترافقت وتغريدة من البيت الأبيض يحتفي بها بتداعي نظام الأسد من الداخل. في سير المعركة بين حلب وحمص وحماة، فإن خبر الانشقاق لم يمنع الدبابات السورية من شق طريقها إلى المدن المتوترة. قصف يبدو أنه اقترب من مكان الرهائن الإيرانيين 48، حيث أعلن الجيش الحر أن 3 منهم قتلوا في القصف النظامي العنيف، مهددا بتصفيتهم جميعا ما لم يوقف النظام حملته الأمنية. ولم يجري تأكيد ما إذا كان الجيش الحر قد أقدم عمدا على قتل الإيرانيين 3 للضغط على الحكومة الإيرانية وبدء التفاوض. الإعلام الرسمي السوري بدوره تلقى ضربتين أمس، تفجيرا في مبنى الإذاعة والتلفزيون صباحا وعبوة ثانية مساء فككت من مبنى التلفزيون. وفي جديد قضية المخطوفين اللبنانيين، فإن الأهالي الذين تحركوا ليلا على طريق المطار كانوا تلقوا طوال النهار اتصالات من ذويهم المخطوفين من أرقام تركية، وقالت مصادرهم للجديد إن مضمون هذه الاتصالات كان يطلب التحرك باتجاه القوى 14 من أذار لحث النائب عقاب صقر على التفاوض مع الجهة الخاطفة التي كان قد شبك خيوط تواصل معها. ومن خلال هذه الاتصالات أيضا حصل التفاوض باسمين إلى جانب صقر، هما الرئيس سعد الحريري والعميد وسام الحسن، ما يؤشر إلى مطالب مالية لدى الخاطفين. وقبل كل هذه العناوين المهمة، فإن عنوانا آخر يدخل المشهد السياسي عبر الجديد، شهود المحكمة الدولية. أكثر من 50 اسما ستعتمد المحكمة على شهاداتهم في لبنان، وهم مصنفون ضمن القائمة السرية لبرنامج حماية الشهود. لن نقول أنهم سيدلون بأقوالهم زورا، ولكل ظرفه في مستوى التعاون مع المحكمة الدولية، لكن وبما أن لهم هذه الأهمية، لماذا فرطت المحكمة في سريتهم؟ وكيف وصلت أسماؤهم إلينا؟ وأين الحماية التي وعدوا بها؟ هي محكمة مخرومة، في السابق باع محققوها وثائقهم وتسربت إفادات أبرز المسؤولين السياسيين عبر الحقيقة ليكس، واليوم أصبح شهودها في العراء الإعلامي. اعتصم أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا على طريق المطار، وقد انضمت حملة بدر الكبرى إلى حملة الصدر إلى هذا التحرك. أهالي المخطوفين قطعوا طريق المطار ليلا بالاتجاهين للمطالبة بالتحرك لإطلاق سراح الأحد عشر مخطوفا، وذلك بالسيارات والدراجات النارية، كما استقدموا خيما لنصبها في مكان اعتصامهم. واعتبر المتحدث باسم أهالي المخطوفين الشيخ عباس صغيب أن هذا التحرك مبدئي تمهيدا لتصعيد مقبل في حال لم تتحرك الدولة وتعالج هذه القضية، مشيرا إلى أن الاعتصام مستمر بانتظار معرفة رد فعل المسؤولين. وكانت الزميلة نوال بري قد أجرت حوارا عبر الهاتف من مقر حملة الصدر مع المخطوف عباس شعيب. رئيس الوزراء عن بشار إنشاء عنا مستحيين، يعني ليش؟ يعني شو السبب؟ شو بينقصوا يعني؟ انه شو المطالب هلا؟ يعني انتم هلا لما عم تقولوا انه يعملوا شيء، شو المطلوب حاج عباس؟
مطلوب يتحركوا مبارك. انتوا اخبار بلبنان بعد انتوا هتصوت ببعض عم تصرفوا فيه ببعض وين ما كان بتصوت على طريق المطار شوف الناس شو بدها شوف الوقت شوف الثوار السوريين المضطهدين هني شو طلبون هني شو طلبون وانا بتصور انه ما طالبين هني شيء اصلا لا فيزيتا ولا مال ولا شيء يعني يمكن طلب لهم يمكن شيء خجولة في امور كثيره عم تحصل غلط عنا بلبنان نداء للشعب يتحركوا كرمالنا اذا ما عندنا وزراء ما عندنا نواب نعم. ما عندنا رئيس جمهوريه شعبنا يطالب فينا حاج عباس مفتحيين ليش مفتحيين سؤال سؤال حاجة بس وردت معلومات بتقول انه مبارح في مجموعة فاتت مسلحة من يومين فاتت ليكون وهربوا اثنين يعني ما مدى صحة هالمعلومة ابدا هذا الحكي يعني نحن بخير وصحة بطلع فاتت مجموعة فاتت مجموعة انا ما عندي علم نحن هلا بخطري انه نحن كنا بخير وباقين هلا مع الحاج ابو ابراهيم اذا الحكومة فزعاني من بشار الاسد يوم شعبنا يا اختي الكريمة يعني شو المطلوب انه يعترفوا بالثوار السوريين؟ ايه شي طبيعي ايه يعترفوا بالثوار وبالحكومتهم الجديدة وبمواقفهم الكريمة يعني انا كنت اسمع اشياء كتير عنه هذا الحكي ما مفروض عن الثوار اختفتيني قاعدين بمعسكر نحن واذا بقول لك نحن منكسر مع الثوار ومنفطر مع الثوار ومنفطر مع الثوار والله العظيم ما حسيتيني اختي الكريمة نعم والله العظيم الشعب السوري هو اكرم شعب نحن شفناه بالعالم نعم شبكة شام السورية المعارضة نشرت صورة لأبو إبراهيم الذي قالت إنه نفسه المدعو عمار الدادخي وأوضحت أنه ظهر أمس الأول إلى جانب رائد الفضاء الذي انشق عن النظام اللواء محمد فارس وقالت الشبكة إن قائد ما يسمى كتيبة عاصفة الشمال التابعة للواء الأحرار في أعزاز تمتهن الخطف من أجل الفدية وعرفت عن أبو إبراهيم على أنه تاجر مواد غذائية يبلغ من العمر 42 عاما وأصبح قائد مجموعة مسلحة يظهر وهو متكئ على عكازيه لديه 3 إصابات في ساقه اليمنى وواحدة في وجهه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصف حادث سيناء على الحدود المصرية بالمشبوه في خلفياته واستهدافاته وقال إن هذا النوع من الأحداث لا علاقة له بالإسلام وفي الشأن المحلي شدد نصر الله على مثلث الجيش والشعب والمقاومة وقال انتهى زمن الطائفة الحاكمة أو الطائفة القائدة ولا تستطيع طائفة لوحدها أن تحكم البلد تجي بتقول له طيب تعال نعمل مؤتمر حوار وطني لبناء دولة بيقول لك انت بدك تهيمن على الدولة طيب تعال نعمل مؤتمر تأسيسي اوف هذا شيء خطر بده يعيدوا النظر بأسس البلد وبدهم ياخذوه عند ايران طيب لا بده حوار طيب تعالوا يا خيي هذا النظام عنا الطائف ماشي آمنا بالطائف واشهدوا بالطائف ومدري شو بالطائف طيب خلصنا طيب صرنا بالطائف من 90 الى 2012 يا خيي في حدا بلبنان في ناس محترمين بلبنان عم بيقولوا تعال نطور نحدث بس بالضيعاوي بدهم شغلتين هاتوا هالسلاحات يا مقاومة هاتوا هالسلاحات وانتوا يا حكومة رئيس مئاتي والقوى السياسية فيها فلوا عدوا على البيت وسلمونا الحكومة والسلام طيب اذا سلمناكم الحكومة تحموا البلد كيف تحموا ما في جواب ما انه مش قادرين يجيبوا صاروخ للجيش اللبناني كيف تحموا البلد ما في جواب طيب اذا سلمناكم الحكومة تعملوا اصلاح كيف بده يعملوا اصلاح ما انه مسؤولين عن اغلب الفساد الموجود بالدولة وبادوات الدولة لو اي حزب من احزاب 14 اذار عنده القوة العسكرية تبعنا من زمان هيمن على البلد وعلى الدولة من زمان فرض ارادته بالسلاح على كل اللبنانيين لكن نحن لم نفعل ذلك وأقول لكم لا نفعل ذلك وأقول لكم لن نفعل ذلك يوم صارت أحداث 7 أيار اللي عطول بيستدلوا فيها أنا بدي استدل فيها لأقول إنه هاي نيتنا الحقيقية طيب في حكومة بتراء اعتدت على المقاومة صار اللي صار 7 أيار وتعطل البلد وتسكر الطرقات إجا وفد من الجامعة العربية يعمل وساطة التقى معاهن اخونا سمحت الشيخ نعيم لكن رئيس الوفد اصر انه يحكي معي عالداخلي عالسلكي تبعنا يعني انه لهم نحكي فتح خط السلكي احد الوزراء الخارجيه وزراء خارجيه العرب فتح التليفون معي فتحنا التليفون
السلام عليكم وعليكم السلام. قلت له انت عارف حالك على شو عم تحكي؟ قال على الداخلي على السلكي. قلت له هذا بيعني انك عم تخالف القانون اللبناني، عم تخالف قرار الحكومة اللبنانية، وانت هلا مجرم ولازم تتوقف. عم بمزح معه. قال طيب يا خيي شو بدكم لنحل الوضع؟ هو شو متوقع؟ قل له انا اولا بدنا الحكومة تستقيل، بدنا فلان رئيس حكومة، بدنا حكومة ثلثين لإلنا لحلفائنا، بدنا فلان ينتخب رئيس جمهورية، بدنا كذا بدنا كذا. بتعملوهن يا الله، ما بتعملوهن نحن مكملين بالمشكل. هيك متوقع هو، لأنه بكل العالم بيصير هيك، بكل العالم بيصير هيك. حتى في قوى سياسية بلبنان كانت تتوقع منا هيك. أنا شو قلت له؟ قلت له عنا مطلبين. مطلب الأول أن الحكومة تتراجع عن القرارات اللي أخذتها تبع السلك. اثنين، العودة إلى طاولة الحوار ليقعدوا اللبنانيين يتحاوروا شو كيف بده يحلوا مشاكلهم. قال لي وبعدين هو عم يكتب. قال لي ثالثا، قلت له ما في ثالثا، هو هن اثنين. قال لي عم تمزح معي؟ قلت له عم بحكي معك جد، أنا وقت مزح. قال لي لا والله أنت عم تمزح معي، أنت بدكش تحل؟ قلت له لا والله بدي حل. نحن بدنا بس هو التنتين. قام هو صار يقنعني انه حط شيء ثالث، حط شيء رابع. قلت له لا والله مش هيك. نحن كل هالقصة كل هذا رد الفعل لانه في حكومة اخذت قرار بدها تلغي سلاح الاشارة الاهم والاخطر بالنسبة لاسرائيل، وبدها تعمل فتنة بين الجيش وبين المقاومة والقوى الامنية. تلغي هالقرارات نرجع على طاولة الحوار، وكان الله يحب المحسنين. نحن ايتها يا قوى 14 اذار، نحن كان عندنا فرصه نحكم البلد ونهيمن على البلد ونسيطر على البلد بسبعه ايام، ولم نفعل. لاننا لم نكن نريد ولا نريد ولا نريد. والسبب كمان نحن واقعيين. شو الواقعيه تبعنا بتقول؟ العقل تبعنا بيقول، هيدا البلد في طوائف. هذه حكايه الطائفه الحاكمه هي خلصت. هذا ما بيزبط. أنا بكل صراحة أعلن في هذه الليلة الرمضانية بالنيابة عن كل الطائفة الشيعية في لبنان، نحن لا نريد ولا نفكر ولا نحلم ولا نطمح ولا 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 أن نكون لا طائفة حاكمة ولا طائفة قائدة. رئيس الوزراء السوري رياض حجاب ينشق عن النظام، ومتحدث باسمه يؤكد أنه في مكان آمن، ونظام يعين عمر غلونجي بديلا من حجاب، وتواصل للشبكات في مدينة حلب. لا تزال الانشقاقات في صفوف النظام السوري تتوالى، فمن ضباط إلى سفراء. التنشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب بعد أقل من شهرين على تعيينه ليزيد الأزمة السورية تعقيدا. فقد أعلن المتحدث باسم حجاب محمد العطري أن رئيس الوزراء انشق عن النظام وانضم إلى المعارضة. المجلس الوطني السوري رأى أن انشقاق حجاب دليل على تآكل النظام، ونفى وزيرا الأوقاف والمال السوريان عبر الإخبارية السورية خبر انشقاقهما، وردا على ما تردد عن مزيد من الانشقاقات عقدت الحكومة برئاسة عمر غلونجي المعين مؤقتا جلسة حضرها كل أعضاء الحكومة، وأكد غلونجي فيها أن الحكومة ستبذل كل الجهود اللازمة لخدمة المواطن ومواجهة الأزمة الراهنة، وقال إن خيارنا الانتصار. ميدانيا تتواصل عمليات القصف والاشتباكات في مدينة حلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا سيما في أحياء الشعار ومساكن هنان وصلاح الدين، كما شهدت مناطق في ريف دمشق ومدينة دير الزور ومحافظة حماة اشتباكات وقصفا مدفعيا. وقال مقاتلو المعارضة إن 3 رهائن إيرانيين قتلوا اليوم الاثنين في هجوم جوي للقوات الحكومية في دمشق، وهددوا بقتل الرهائن الباقين إذا لم يوقف الجيش هجومه. وكشف المصور البريطاني جون كانتلي الذي احتجز في معسكر جهادي في سوريا طوال أسبوع مع زميل له هولندي أن قسما من خاطفيه وفدوا من بريطانيا، موضحا أن المعسكر الجهادي الذي كان فيه خلا من أي سوري، لافتا إلى أن خاطفيهما كانوا من باكستان وبنغلاديش وبريطانيا وشيشان. كما كشفت قناة العالم عن اعتقال 7 ضباط استخبارات سعوديين وأتراك في العملية العسكرية للجيش السوري في حلب كانوا يشرفون على عمليات المجموعة المسلحة. وزير الدفاع الألماني استبعد احتمال التدخل العسكري في سوريا على الرغم من فشل الجهود الدبلوماسية لوقف العنف الدولي، فيما رأى
رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق إفرايم هالفي إن الأزمة في سوريا في طريقها إلى الحسم خلال الأسبوعين المقبلين، على الرغم من أن إيران قد زادت من تدخلها هناك. قلل وزير الإعلام السوري عمران الزعبي من أهمية انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب بعد أقل من شهرين على تعيينه، مؤكدا أنه لن يؤثر على سوريا لأنها دولة مؤسسات لا أفراد، وذلك بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس المؤقت عمر غلونجي. أما رئيس المجلس الوطني المعارض عبد الباسط سيدة فرأى أن الاستقالة مؤشر على تآكل النظام من الداخل، مؤكدا أنها بداية النهاية. وفي ردود الفعل الدولية أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض توني فيتر أن انشقاق حجاب إشارة على أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على البلاد، وأن السوريين يعتقدون أن أيام الأسد باتت معدودة. فرنسا بدورها وعلى لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس أكدت أن انشقاق حجاب يكشف هشاشة نظام اختار العنف المسلح بشكل أفقده غالبية داعميه، وأمل فابيوس مضاعفة الضغط الدولي حتى يخلي النظام المجرم مكانه ويفسح في المجال أمام قيام سوريا ديمقراطية. مصادر أردنية مطلعة تؤكد للجديد وصول رئيس الحكومة السورية المنشق إلى الأردن وانتقاله عبر مروحية إلى جهة غير معروفة. التفاصيل في تقرير لمراسلنا في عمان معن أبو دلو. بينما تضاربت الأنباء الرسمية الأردنية حول وصول رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب الأراضي الأردنية، أكدت مصادر مطلعة لنيو تي في أن حجاب وعشرة من عائلته وصلوا ظهرا الحدود الأردنية بعد تعرض قافلتهم للقصف من قبل الجيش السوري. وفور تأمين دخولهم الأردن قال شهود عيان إن طائرة هوليكوبتر أقلت حجاب وعائلته بحدود الساعة 2:30 ظهرا لجهة غير معروفة. رفض عن ذكر المكان، هو في دولة آمنة مجاورة لسوريا وهو بصحة جيدة، معه 8 من إخوته، هو الثامن، واثنين من أخواته. العائلة كاملة الحمد لله أمنت وهي بسلام وهي في حالة جيدة والحمد لله. أعتقد أن انشقاق رئيس الوزراء السوري اليوم سوف يكون مقدمة لانشقاقات أكبر. بدأت جبهة النظام تنهار، أعتقد أن الكثيرين كانوا قد اتخذوا مثل هذا القرار سواء في القيادات الأمنية أو العسكرية أو المدنية أو الحزبية، ولكنهم كانوا يرجون ذلك ليس لأنهم يعني لا ينتمون إلى شعبهم وإلى ثورتهم، وإنما لأن عائلاتهم مرهونة. كل السفراء أو معظم السفراء السوريين في الخارج عائلاتهم تحت التحفظ في قبضة النظام. نفي الحكومة الأردنية لخبر وصول حجاب وعائلته جاء ليخفف من توتر العلاقات الأردنية السورية التي شابها الاشتباك المباشر بين الجيشين على الحدود الأردنية السورية خلال الأيام الماضية، ولأن موقف الحكومة الأردنية بحسب مراقبين غير واضح وحساس تجاه النظام السوري. قد وصل الشعب السوري الآن إلى مرحلة لم يعد مقبولا فيها إلا الانحياز للشعب السوري، ونحن نهيب بدول الجامعة العربية أن تمارس ضغطها على النظام السوري ليرحل النظام ويضع حدا لشلال الدم الجاري في سوريا. بعد سنة ونصف من القمع والقتل تبين أن هذا النظام هو نظام كارتيل مافيا أكثر من هو نظام سلطة سياسية لها برنامج سياسي قومي أو ديمقراطي أو ما إلى ذلك، وبالتالي من حوله عرفوا أن هذا النظام ذاهب لا محالة إلى السقوط، فلماذا لا يتم النجاة بالنفس والخروج من المركب الخاسر باتجاه المركب الناجح؟ أهالي القرى المجاورة للمناطق الحدودية الأردنية السورية أكدوا أن قوى من الجيش الحر تولت إيصال موكب حجاب وعائلته إلى مناطق قرب الحدود الأردنية. ترى بعض الأوساط السياسية والصحفية الأردنية أن انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب هو أكبر هزة يتعرض لها النظام السوري، وهو دليل وبرهان على مقدرة وقدرة الجيش الحر داخل وخارج الحدود السورية. معنا أبو دلو، تلفزيون الجديد، عمان. النظام يقول إنه عزل وهو يقول إنه انشق، إنه رياض حجاب. أما عمر غلونجي فجر تعيينه رئيسا للحكومة بعد أقل من نصف ساعة من شيوع خبر حجاب. فمن هو رياض حجاب ومن هو عمر غلونجي؟
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم المرسومة رقم 294 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب من منصبه. لم يكن وليدة اليوم ولا الأمس، هو تخطيط لأكثر من شهرين. إذا صح قول المتحدث باسم رياض حجاب فإن الأخير دخل القصر الرئاسي وعينه على ما بعد الحدود. رياض حجاب عين رئيسا للحكومة السورية بتاريخ 6 حزيران عام 2012، أي قبل شهرين بالتحديد من انشقاقه. ولد رياض فريد حجاب في محافظة دير الزور عام 1966، حصل على شهادة دكتوراه في الهندسة الزراعية، متزوج وله 4 أولاد. تولى رئاسة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بدير الزور للفترة بين عامي 89 و98، عمل محافظا لمحافظة القنيطرة عام 2008، ثم محافظا لمحافظة اللاذقية عام 2011 إلى تاريخ تعيينه في منصب وزير الزراعة في حكومة عادل صفر. عين رئيسا للحكومة السورية في 6 حزيران عام 2012 خلفا لعادل صفر. في 6 آب عام 2012 أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن رياض حجاب أقيل من منصبه، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينها أنه انشق عن النظام. في المحصلة انشق رياض حجاب عن النظام وغادر سوريا مع عائلته إلى الأردن ومنها إلى قطر. مرسوم بتكليف المهندس عمر إبراهيم غلاونجي رئيسا لمجلس الوزراء. في أقل من نصف ساعة حل عمر غلاونجي خليفة لحجاب. المهندس عمر إبراهيم غلاونجي من مواليد طرطوس عام 54، يحمل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين عام 78، شغل منصب مدير لعدد من مديريات وفروع مؤسسة الإسكان العسكري بين عامي 78 و2000. هو نائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية بين عامي 97 و2000 ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات. كان وزيرا للإسكان والتعمير في حكومة عادل سفر عام 2011، ثم أبعد عن الوزارة مع وصول حجاب إلى رأس الحكومة السورية. غلاونجي متزوج وله 4 أولاد. استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون السوري وسقوط 4 جرحى، تقرير من دمشق للزميل نضال حميدي. استهداف جديد للتلفزيون السوري، إلا أن هذه المرة كانت في المبنى الرئيسي الواقع في ساحة الأمويين بدمشق. وحسب العاملين الموجودين فإن انفجارا ضخما حدث صباحا أدى لإتلاف عدد من الغرف والأجهزة الموجودة لكن دون ضحايا. أما الإصابات فهي طفيفة واقتصرت على 4 فقط. نحن بدوامنا الساعة 9:30 تفاجأنا بصوت انفجار قوي مثل الزلزال في المكتب. كل هالأجهزة وكل هالتجهيزات وشي يجوا فوق راسنا والسقف المستعار. هي تفجير ما عرفنا بالأول من برا من جوا الله أعلم. صار كل المكتب والكوريدور كله دخان أسود وروائح، يعني هيك صار وراء هالشغلة. في شباب قريبين علينا اجوا اسعفونا طالعونا الموجود. انا كنت انا والمنفذ والمخرج بسمات صرو بحدود الساعه 9:45 او 9:30 بالتقدير، ما عاد اعرف. يعني سمعنا صوت انفجار كتير ضخم كتير قوي كان، ادى هذا لانه نزل علينا كل الحيطان والديكور والمونيتورات الموجوده، وصار في دخان كتير كثيف اسود ما عاد قدرنا نشوف قدامنا. يعني حاولنا ننادي لبعضنا بالصوت لحتى سمعوني زملائي، ومسكنا ايدينا بايدينا بعض حاولنا نطلع. الذي يستهدف هو ليس فقط جسد الاعلام السوري، الذي يستهدف هو جسد سوريا بالكامل. عبوة ناسفة تم وضعها في الجسر الموجود بين الغرف، حيث يتواجد استوديو لقناة نور الشام الدينية وديوان التلفزيون وغرف للمونتاج والعمليات الفنية. إذا أنت تريد أن تستلم زمام الأمور في سوريا، كيف إذا قبل أن تستلم زمام الأمور أنت تقتل الرأي الآخر قبل أن يكون الأمر لك؟ إذا كان الأمر لك فكيف سيكون الحال في سوريا؟ قناة الإخبارية التي استهدفت قبل فترة وتم نقل بعض مكاتبها إلى الطابق الثالث في التلفزيون السوري، أكد مديرها العام أن القناة ما تزال تبث من نفس الدور على الرغم مما حدث.
أنا أقول إن المستهدف ليس التلفزيون الإخبارية فحسب، إن المستهدف هو الإعلام الوطني بشكل عام. كل من ينقل الحقيقة، كل من ينقل الواقع على أرض الواقع في سوريا هو مستهدف. هم يتحدثون عن حرية، هذه هي حريتهم، حرية التفجير، حرية القتل، حرية الإرهاب. ونحن نقول لهم إننا لن نخاف، وسوف يبقى التلفزيون الإخبارية والتلفزيون السوري كما تشاهدون على الهواء. نحن الآن في الطبقة الثالثة، والآن نخرج على الهواء من الطبقة الثالثة من الاستديو الفضائية. الإعلام السوري الذي تعرض لضربات متعددة خلال الفترة السابقة يؤكد العاملون فيه أنهم سيواصلون العمل رغم كل التحديات. نضال حميدي، تلفزيون الجديد، دمشق. على تويتر، تغريدات روسية تؤكد مقتل الرئيس الأسد وزوجته في اللاذقية، والداخلية الروسية تنفي. أثارت تغريدات على موقع تويتر من حساب باسم وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف بلبلة استدعت نفي الداخلية الروسية. فقد نشر حساب على موقع تويتر باسم كولوكولتسيف تغريدة جاء فيها: انتباه، السفير الروسي في سوريا أفاد بأن رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد قتل أو أصيب. وفي تغريدة أخرى كتب: في معلومات غير مؤكدة من دبلوماسيين روس في سوريا فإن بشار الأسد قتل. وبعدها بدقائق معدودة أضاف تغريدة أخرى: الحكومة الروسية أكدت مقتل رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد مع زوجته وشخصين آخرين في منطقة اللاذقية. هذه التغريدات استدعت نفيا من وزارة الداخلية الروسية من أن يكون قد صدر عنها أي بيان بشأن صحة الرئيس السوري على موقع تويتر، فيما رفضت سفارة روسيا في دمشق التعليق على التغريدات التي نسبت المعلومات فيها إلى السفير، علما أنه لم يصدر نفي أو تأكيد عما إذا كان الحساب باسم كولوكولتسيف صحيحا أم لا. أهلا بكم من جديد. مجلس الوزراء يؤلف لجنة لدراسة ملف المزروعات الممنوعة في البقاع ولا تعويضات على مزارعي الحشيشة، وقانون الانتخاب إلى التصويت في جلسة اليوم. تقرير للزميل رامز القاضي. لا تعويضات على مزارعي الحشيش، والدولة مستمرة في إتلاف المزروعات الممنوعة. وفي غضون ذلك ارتأى مجلس الوزراء الذي انعقد في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تأليف لجنة سداسية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأمر وتقديم المقترحات. معالي وزير الداخلية لم يطلق وعوده. وزير الداخلية قام بالأمس بزيارة إلى منطقة بعلبك الهرمل من ضمن واجباته ومسؤولياته كوزير للداخلية، ولأنه لمس احتقانا كبيرا على الأرض يحتاج إلى معالجة ويجب تفاديه كي لا يحصل الأسوأ. قام بزيارة، استمع إلى شكاوي الأهالي، ولمس واقع خطير على الأرض. كان همه الأساسي هو تهدئة الأمور وفتح الطريق، ونقل معالي وزير الداخلية اليوم نقلا أمينا لمجلس الوزراء لمجريات ما حصل معه بالأمس، وقدم عدد من الاقتراحات. بالتالي يعود أمر البت في هذه الاقتراحات موافقة أو رفضا لمجلس الوزراء. تم الاتفاق على تشكيل لجنة، ولكن في نفس الوقت استمرار عمل الأجهزة الأمنية في تلف المزروعات الممنوعة، علما أن وزير الداخلية مروان شربل اقترح قبيل دخوله الجلسة الاقتداء بالنموذج التركي، وهو أن تشتري الدولة الحشيشة وتبيعها لتستعمل في أغراض طبية. الموضوع الثاني الأساسي على طاولة مجلس الوزراء كان قانون الانتخاب، إذا أقر المجلس سلسلة من البنود المتعلقة بكيفية إدارة العملية الانتخابية لجهة الإعلان والإعلام الانتخابيين والكوتة النسائية، ولكن جوهر القانون المتعلق بشكل الدوائر سيرجع إلى جلسة الغد. غدا سيتم التصويت على القانون ككل، وسيعترض وزراء جبهة النضال الوطني على قانون الانتخاب. موقف وزراء جبهة النضال هو أن طرح النسبية الحالي هو طرح مجتزأ، ليس طرحا إصلاحيا متكاملا، بل هو طرح إلى حد ما انتقائي لا يراعي الطرح الإصلاحي المتكامل. سيذهب إلى مجلس النواب، وأعتقد أن ليس فقط وزراء جبهة النضال الذين سيكون لهم رأي مختلف. وفي بيت الدين زيارة لافتة لرئيس جبهة النضال الوطني التقى فيها الرئيس سليمان، وخرج بعدها من دون الإدلاء بتصريح، وردا على سؤال للجديد عن زيارة جليلي اكتفى بالقول إن البيان واضح. ولذلك بالنسبة لزيارة جليلي
يبدو أن نقاش ملف الحشيش الذي استحوذ على الجزء الأول من طاولة مجلس الوزراء انسحبت مفاعيلها المعنوية على نقاش الموضوع الأساسي وهو القانون الانتخابي الذي جمد البحث في إشكاليته الأساسية أي تقسيم الدوائر الانتخابية إلى جلسة تعقد في القصر الجمهوري نهار غد. وفي المعلومات أن وزراء جبهة النضال الوطني سيصوتون ضد النسبية والدوائر الكبرى في حال التصويت. من قصر بيت الدين، رامز القاضي، قناة الجديد. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي يجول على الرؤساء الثلاثة ويرى أن لبنان أساسي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. لأن لبنان اليوم بات معروفا على المستويين العالمي والإقليمي بأنه رمز للمقاومة بحسب ما أعلن لدى وصوله إلى أرض مطار رفيق الحريري الدولي، فقد خص الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي لبنان بزيارة رسمية رأى فيها أن الفرصة متاحة اليوم للعمل المتواصل بما يخدم مصلحة الأمة الإسلامية. نحن نكون الاحترام الخالص للبنان الشقيق، أولا لأنه يشكل رمزا للمقاومة، وثانيا لأنه بات يشكل مدماكا أساسيا للأمن والاستقرار على مستوى المنطقة برمتها. ينبغي أن نعمل جميعا من خلال حركة مستمرة ومكثفة من التواصل والاستشارات وتبادل وجهات النظر في الاتجاه الذي يخدم مصلحة شعوب هذه المنطقة، وفي الاتجاه الذي يؤدي إلى ترسيخ أركان الأمن والهدوء والاستقرار في ربوع المنطقة. جليلي توج زيارته بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في المقر الصيفي للرئاسة الأولى في بيت الدين، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا، إضافة إلى التحضيرات لعقد قمة مؤتمر دول عدم الانحياز في العاصمة الإيرانية طهران في نهاية آب الجاري. ومن مقر الرئاسة الثانية في عين التين كرر الضيف الإيراني القول إن لبنان تحول إلى نجم ونموذج يحتذى في مجال المقاومة، ورأى بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الصحوة الإسلامية في المنطقة فرصة سانحة بالنسبة إلى المقاومة. النائب وليد جنبلاط يدعو إلى أن يكون السلاح للدفاع عن لبنان لا عن مضيق هرمز أو غيره، ويعلن رفضه استعمال لبنان منصة لتبادل الرسائل. أشاد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان المتقدمة التي أعلنها لناحية تأكيده أن لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة، مشيرا إلى أن الحاجة تبرز اليوم أكثر منها في أي وقت مضى لتأكيد بناء استراتيجية وطنية دفاعية في مواجهة إسرائيل من دون أن يتحول لبنان مجددا محطة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية كما حدث في أيام منظمة التحرير الفلسطينية أو الوصاية السورية. وقال: نريد السلاح دفاعا عن لبنان، لبنان فقط، ولا نريده دفاعا عن مضيق هرمز أو سواه. ولضيف لبنان الإيراني سعيد جليلي توجه جنبلاط بالقول: حبذا لو أن السيد جليلي اهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه انتفاضة شعبية عرفت بانتفاضة الدجاج لما تعانيه الشرائح الاجتماعية الفقيرة، بدلا من توزيع الترسانات العسكرية هنا وهناك، وقد أصبح سعر الدجاج في طهران أغلى من سعر الصواريخ. ورأى جنبلاط أنه في وقت نشهد على قوة النار التي يستعملها النظام السوري ضد شعبه، فإنه كان بالإمكان توظيف تلك القدرات الهائلة لتحرير الجولان المحتل مرات ومرات، بدلا من القتل المتعمد للشعب السوري، وبدلا من تسليح الثورة ودعمها في مواجهة آلة القتل بما يساعد على ردع النظام وإسقاطه. تراهم يروجون ما يسمونه الجهاديين والانتحاريين، وهذه النظرية تصب في خدمة النظام الذي كان من أوائل من ابتدعها واستعملها في الساحات الأخرى تطبيقا لمصالحه وأهدافه. ولا أعتقد أن الشعب السوري الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات بحاجة إلى هذا النوع من المقاتلين. أكدت لجنة متابعة العمال المياومين في شركة كهرباء لبنان أن رواتبهم لم تدفع حتى الساعة، كما لاحظوا خرقا لبندين من بنود الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الشركة،
ووعدوا بالعودة إلى التصعيد وإلى نصب خيمة في مبنى الشركة في حال لم تدفع الشركات الخاصة رواتبهم ومستحقاتهم، وقد أمهلوا حتى ظهر اليوم. وكان الموظفون قد عادوا إلى مبنى الشركة في كورنيش النهر وأعيد فتح المكاتب بمرافقة القوى الأمنية. أهلا بكم من جديد، صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. في مؤتمر صحفي طالب التجار الذين تضررت مؤسساتهم من اعتصام الشيخ أحمد الأسير الدولة والمعنيين التعويض عليهم بعدما باتوا عاجزين عن سداد ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم نظرا لتراجع مداخلهم بشكل كبير. في مجلس النواب درست اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. وبحثت لجنة الإدارة والعدل في مشروع القانون الوارد من الحكومة والقاضي بفصل النيابة عن الوزارة. وتابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية درس اقتراح القانون الهادف إلى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني. في إفطار للتعبئة التربوية في حزب الله في بعلبك استغرب وزير الزراعة حسين الحاج حسن استدعاء فريق 14 من أذار السفراء للتحريض على الحكومة، وسأل هل بهذا السلوك يكون العبور إلى الدولة والمؤسسات، معتبرا أن الاستقواء بالخارج على الحكومة اعتداء على السيادة من قبل بعض اللبنانيين. معرض لصور آثار النبي محمد هو الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، نظمه اتحاد بلديات بعلبك في حسينية الإمام الخميني في بعلبك برعاية مسؤول حزب الله في البقاع محمد ياغي. الصور كانت محفوظة في قصر توبكابي في إسطنبول، وأعدها للعرض خالد تدمري الذي تحدث عن أهمية المعرض الأول في العالم العربي والإسلامي. تحت عنوان افطار وظهار سهار مع جمعية التجار، افتتحت جمعية التجار في محافظة النبطية بالتعاون مع اتحاد بلديات الشقيف وعدد من المؤسسات المهرجان الرمضاني الصيفي للتسوق في مدينة النبطية ومنطقتها برعاية النائب ياسين جابر وقناة الجديد الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان. تخلل الافتتاح مسيرة كشفية وعروض فولكلورية. أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الذي استهدف نقطة لحرس الحدود في سيناء يمكن أن ينسب إلى الموساد، وهو محاولة لإحباط جهود الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال البيان أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يحاول إجهاض الثورة المصرية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وأن ما حدث يحتم علينا إعادة النظر في بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ووصفت مصر المسلحين الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم بأنهم كفرة، وتوعدت بملاحقتهم في أعقاب الهجوم الذي تسبب بتوتر العلاقات بين مصر وكل من إسرائيل والفلسطينيين. وقالت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها: هذه الجريمة يمكن أن تنسب إلى الموساد الذي يسعى لإجهاض الثورة منذ قيامها، ويدل على هذا أنه أصدر تعليماته لمواطنيه الصهاينة الموجودين في سيناء لمغادرتها فورا منذ أيام عدة. كما أن الجريمة تلفت نظرنا إلى أن قواتنا الموجودة في سيناء لا تكفي لحمايتها ولا لحماية حدودنا، ما يحتم إعادة النظر في بنود الاتفاقية المعقودة بيننا وبين الكيان الصهيوني. والآن نبقى مع الجولة اليومية على أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ونبدأها مع صحيفة النهار. حجاب من رئاسة الوزراء إلى الثورة، واشنطن دليل على فقدان الأسد السيطرة، تضارب الأنباء عن وجوده في الأردن، والمعارضة ترى بداية النهاية للنظام، تعيين نائب رئيس الوزراء عمر غلوانجي رئيسا مؤقتا للحكومة، مصر تتهم عناصر من غزة بالهجوم، وهنية يدعو إلى تنسيق أمني دائم، النسبية أمام جلسة حاسمة، ورسالة جليلي سلاح الحزب، طريق المطار رهينة مجددا بعد عرض إعلامي للمخطوفين 11، المسبار كيوريوزيتي هبط على سطح المريخ، إنجاز يفتح عهدا جديدا لاستكشاف الكوكب. من عناوين السفير: تفجير يستهدف مقر التلفزيون في دمشق ومقتل 3 رهائن إيرانيين، سوريا رئيس الحكومة يهجر النظام مع اكتمال عسكرة الصراع.
أهالي المخطوفين الأحد عشر يقطعون طريق المطار ليلا. نصر الله، لن نكون الطائفة الحاكمة أو القائدة. الإخوان، جريمة سيناء يمكن أن تنسب إلى الموساد. الجيش المصري يتعهد، إن غدا لمنتقمون. ننتقل إلى عناوين الأخبار. الأسد يخسر مساعده الحكومي. رسائل سيناء. فبركة وقائع في المحاكم الدولية، آلية الحماية تصنع شهودا. رواتب مشروطة لمياومي الكهرباء، والطابة في ملعب جريصات اليوم. ملامح أزمة دستورية في تونس، النهضة تريد تسييس القضاء. وفي تحقيق الأخبار، للتيار الوطني الحر زعرانه أيضا. ننتقل إلى صحيفة الأنوار. رئيس الوزراء السوري المنشق يستعد لشرح أسباب مغادرته دمشق. انفجار في مبنى التلفزيون السوري. الجيش المصري، قتلة جنودنا سيدفعون الثمن. أهالي المخطوفين يقفلون طريق المطار. اللبناني شارل عشي أشرف على رحلة المريخ. أربع ميداليات أولمبية لعرب. تونس تسعى لاستعادة 28 مليون دولار من أموال بن علي من لبنان. من أبرز عناوين المستقبل، مقتل ثلاثة محتجزين إيرانيين في قصف لكتائب الأسد، والأمم المتحدة قلقة على المدنيين في حلب. حجاب سوريا يشق النظام، وحاجب لبنان يحتفي بجليلي. الحريري، زيارة مريبة وغير مرحب بها. مرسي وطنطاوي في العريش، وعناصر من غزة شاركوا في الهجوم. الجيش المصري يتوعد بالانتقام لمقتل جنوده في سيناء. من عناوين البناء، نصر الله، لا قوة ردع بديلة عن المقاومة تطمئن اللبنانيين. مجلس الوزراء يحسم اليوم صيغة قانون الانتخابات. حجاب ضيف الملك الأردني، وتاريخ أسرته حافل بالعمالة. اعتقال ضابط بريطاني في كابول يحمل 50 حزاما ناسفا. إيران، السعودية وقطر وتركيا تتحمل مسؤولية الدماء السورية. القبض على 70 ضابطا تركيا و20 خليجيا و40 من جنسيات متعددة. عمليات متفرقة تمهيدا لعملية الحسم في حلب. ننتقل إلى صحيفة اللواء، وأبرز عناوينها: النظام يتداعى، انشقاق رئيس الوزراء وتسريبات روسية حول صحة الأسد. حشود ومعارك في حلب ودمشق وحماة وحمص، ومقتل ثلاثة مخطوفين إيرانيين. لبنان لجليلي، نعتذر عن المشاركة بمؤتمر طهران. جنبلاط يثير مع سليمان تجاوزات الأجهزة، وحزب الله مستاء من تصريحاته. ظهور المخطوفين يفجر قطع طريق المطار للمطالبة بتحرك الدولة. الجيش المصري يعزز انتشاره في سيناء بموافقة إسرائيلية. مرسي يعد بالثأر لجنوده مهما كان الثمن. في صدى البلد، جليلي يحض على المقاومة، وجنبلاط لو يهتم بانتفاضة الدجاج. حجاب يؤكد انشقاقه، وتفجير جديد يهز التلفزيون السوري. مصر تعلن الحداد وتتوعد. اتفاق المياومين يتعثر، واللجنة تحدد اليوم موقفها. من عناوين الجمهورية، الحريري لا يرحب بجليلي، وجنبلاط يطلب منه الاهتمام ببلاده، وجعجع يدعو لمحاورته. النظام السوري يفقد الغطاء السني. عرين الأسد بين فكي موسكو وطهران. ربيع زغرتوي على الأبواب. فايز سارة للجمهورية، لم يبقى إلا موعد الولادة. في الحياة، واشنطن تقول إن الأسد يفقد دعم المقربين، والمجلس الوطني يؤكد أن النظام يعيش ساعاته الأخيرة. وكتيبة البتراء تهدد بقتل الرهائن الإيرانيين. انشقاق رئيس الحكومة يهز دمشق، والحكومة تعتبره فرديا.
يشكل اختبارا للعلاقة مع حماس بعد اتهام الجيش المصري عناصر من غزة بالمعاونة فيه. هجوم رفح يعيد إلى الواجهة أمن سيناء والجهاديين. الحريري اعتبر زيارته غير مرحب بها، وجنبلاط نصحه بالاهتمام بشؤون بلاده. جليلي يتبلغ غياب لبنان عن اجتماع الخميس. شهدنا صحوة إسلامية نعتبرها فرصة للمقاومة. ضربة قوية للريال الإيراني، ورفسنجاني يؤيد مرونة مع الغرب. مختبر فضاء أمريكي يدرس الكوكب الأحمر ويكشف أسرار المجهول. احتلال المريخ بعد القمر. ختاما مع عناوين الشرق الأوسط، مصرع ثلاثة من المخطوفين الإيرانيين وتهديد بقتل بقيتهم. الجيش الحر: في حوزتنا 25 مروحية وصواريخ متطورة. انشقاق رئيس حكومة الأسد. قيادي جهادي للشرق الأوسط: سيطرة حماس على غزة ضعيفة والمسلحون يتحركون بحرية وإيران المستفيد. مصر: حداد رسمي والجيش يدك الأنفاق الحدودية في سيناء. وختاما نذكر بعناوين النشرة: أهالي المخطوفين يقطعون طريق المطار ليلا، وعباس شعيب للجديد: نحن كلنا بخير وباكين هلا مع الحج ابو ابراهيم وعم الظهر. نصر الله: لن نكون الطائفه الحاكمه او القائده. حادث سير مع المحكمه الدوليه. رئيس الحكومه السوريه يفر الى قطر عبر الاردن. أعلن عن انشقاق الأستاذ رياض عبد الرؤوف حجاب رئيس وزراء سوريا. مقتل ثلاثة من الرهائن الإيرانيين، والحر يتوعد بتصفيتهم جميعا. جنبلاط لجليلي: اهتم بالدجاج بدلا من توزيع الترسانات العسكرية. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.